مدمر دمشق مفرق السكري، تمكنت الجهات المختصة من مصادرة ثلاث سيارات بيك أب، اثنتان منها مزودتان برشاشات دوشكا وثالثة لنقل المسلحين. وذكر مصدر مسؤول أن الكمين أسفر عن مقتل عدد من المسلحين ومصادرة أسلحتهم. وفي ريف دمشق ضبطت الجهات المختصة سيارة شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مخبأة في شحنة من الخضار والمواد الغذائية كانت متجهة إلى معظمية الشام. وشملت الأسلحة المضبوطة صواريخ لاو إسرائيلية الصنع وقذائف RPG وكمية كبيرة من طلقات الرشاش وطلقات الكلاشينكوف وطلقات القناصة وكمية من الأدوية المسروقة والمهربة ومناظير ليلية. بتاريخ 25 الشهر صباح اليوم قامت الجهات المختصة بضبط كمية من الأسلحة والذخائر كانت داخلة باتجاه منطقة المعظمية على الطريق العام الرئيسي. وبعد إنزال المواد التموينية من السيارة تبين وجود مخبأ سري بداخل سيارة في مقدمة الباكاج الخلفي، صندوق بحوالي غمق سماكي يعني تقريبا 50 سنتيمتر بارتفاع شي مترين. تبين وجود كمية كبيرة من الأسلحة حيث عسر على صناديق ذخيرة 14.5 بحدود شيء 28 صندوق، إضافة إلى مناظير ليلية ونهارية تركب على الأسلحة، إضافة إلى حوالي شيء 200,000 طلقة روسية وطلقات ناتو وطلقات بيكاسي بكميات كبيرة، مواد طبية كما عسر على كميات كبيرة من المتفجرات القاصمة لتصنيع العبوات، إضافة إلى ثلاث حشوات بلاستيكية تستخدم في التفجير، إضافة إلى 24 قذيفة هاون 60 كما عسر على صواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى صواريخ RBR وصواريخ حرارية وبيت 29 قذيفة بيت 29 مضادة للدروع، قذائف RPG مع حشواتها، إضافة إلى طلقات ناتو للقناصة وشريط يركب على بيكاسي بلجيكي تستخدم هذه الطلقات للقناصة.